مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هو هذا هو أبو الخير، هذا هو ودر مكانه وعايش زمانه، ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ ويش الغلط؟ هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير. ما أحب أبد شوف الغلط، واللي يغلط أنا لازم أوقف عن الغلط. نعم احتمل انا الخطا، وهذه رفيقه العصا، ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطا، وهذه رفيقه العصا، ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير مالهم مالغير، ما الباب وابو الخير مالهم مالغير. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هاك اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هاك اليوم. شوفوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أسمينا تعبنا اليوم، نعم تعبنا، رانا من مكان لمكان. يا الله أخوة بنت الباب، سبحان الله، إيش هذا الورقة اللي مخليها في الباب؟ وعجبي أبو الخير، شوف 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 شوف. وصلت لعندكم ولم أجدكم، وسوف أعود غدا. من يكون هذا يا أبو الخير؟ لست أدري. أنا كنت متأكدة إنك ما بتركي وبترجعي له. وين هو يا عمتي؟ داخل معاند نفسه بنادين. فريد يا فريد فريد. أنا رجعت يا فريد. سيان عندي، بس أنا ما سيان عندي، عندي موضوع ممكن تجري في تحقيق. كيف يستقبل الزوج والزوجة مولودهما الأول؟ ماذا تتمنى أن يكون جنس مولودك الأول؟ كيف تعامل زوجتك الحامل؟ والله ما تأثير الخلافات على الزوجة في مرحلة الحمل؟ ما في مشاكل، صدقيني ما في مشاكل. لا تخافي لا تخافي، شيلي هذا الخوف منك تماما، ما في مشاكل. صحيح لما قالوا قلطير يرجع لعشه، والعشوه يا ابو الخير
العشاء. العشاء تجي في الأول؟ ما باين يا أبو الخير، ما باين. ثابت الملبب؟ كأنك تشخطني، قصدي كأنك تقصدني. أيوة قصدك، أقصدك يا أبو الخير. تكلم سيدي يا ثابت، ها كأنك ما راضي أرجع البلد. لا ما راضي، ما راضي، ما راضي. اهدى يا ثابت، اهدى، خلينا نتكلم بعقل. احنا ناس عقال وما نعصب بسرعة وما متحورين، ما كذي؟ ما هين علي، ما هين علي. أنا إذا رحت يا ثابت يا أخوي ما بنسى أخ وصديق وعزيز والنعم فيه اسمه ثابت. هذا كلام يا أبو الخير، أول ما توصل البلد تنساني. إذا أنا نسيتك يا أخوي فأنت ما بتنساني. من الحين باغي تشيل الشنطة. زين انتظر وشيلها بعد الغداء. راضي؟ ايوه راضي يا ابو الخير، راضي. على فكرة غداك اليوم عند اصيلة. ويجي مناسبة؟ وما تصدق اذا قلت لك ان فريد شخصيا هو اللي عزمك. صحيح؟ عجب اليوم بناكل قواعد وعلوم ونظرية وبنعصر الليمون الحزين على السمك. يلا يلا يلا. أقول عزيزة، هو بدر بعد ما وصل؟ بعد تفضل استريحي. هما بصراحة كل يوم عندهم اجتماع في الفرع الرئيسي مالنا. انتي معاي زهرة؟ شكرا عزيزة، شربت شاهي في المكتب. لا عظامة كلش ما كنت معاي. خير في شيء؟ اقول عزيزة، لو فكر فريد انه ياخذش معاه تسكني في مكان انتي ما تعودتي عليه، ايش يكون موقفش؟ والله هو يعتمد على المكان اولا واخيرا. فرضا الريف البلد، إذا المسألة فيها مستقبل وتستدعي الانتقال بنتقل. حتى لو كان من داخلش انتي ما مرتاحة، أجرب يا زهرة وعسى إن شاء الله يكون خير. لا 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 يا عزيزة، انتي تقولي هذا الكلام لأني شو بعيدة عن المشكلة. إنزين ليش ما تريد تروحي تقول الأستاذ بدر وتبنوا هناك؟ وانتي ايش عرفش؟ بصراحة أنا شفت الأستاذ بدر مهتم بتصاميم الفيلا، ولما سمعتي تتكلمي عرفت من كلامش انك ما راضي تسكني هناك. خايفة يا عزيزة، صعبة علي الوحدة، تعودت على هذا المكان وتربيت فيه. إذا كنت تريدي هذا فما بيكون صعب عليك. وبعدين الأستاذ بدر قالي لما يرجع راح يحضرنا مفاجأة. كيف يعني؟ هذي الأسطور اليوم تفكر وساكت؟ وإيش تريدنا أسوي يا أبو الخير يا أخوي؟ إيش تريدنا أسوي؟ أنت أخ وصديق وعزيز وانا ما اريد لك المشاكل. مشاكل؟ اي مشاكل هذه بعد؟ انت يا ابو الخير ناوي ترجع البلد مره ثانيه؟ يعني ناوي ترجع للمشاكل ما هي اللي خرجتك منها؟ كيف يعني لما عشت هنا ما صادفتني مشاكل؟ انا يا ثابت ممكن طلعت من البلد لاني تضايقت وما حصلت حد يفهمني، وانا ايضا بعد قلت ان بدر يمكن محتاج لي. وانت ايش يضمن لك انك تحصل واحد يفهمك؟ أنا وإن شاء الله بنرجع البلد أفتح جراج في سمكرة وتصليح سيارات وأدور على شباب يفهموا هذه الشغلة وبنشتغل. والله كريم جالس تتكلم وكنا هذه الأشياء سهلة. أنا ما قلت إنها سهلة، لكن أنا بسعى والتوفيق من الله. يعني أنت مصر؟ معلوم. أقول ثابت، قول. ما دام إنك تشوفني لازم أكون معك. إيه، فليش أنت ما تكون معي؟ إيش قصدك يعني؟ قصدك اني انتقل واخلي شغلي ومكتبي اللي بغى فتحه؟ الحين عاد كيف تبغيني انا اجلس معك؟ انت غير. انت كيف غير؟ ماشي غير، ماشي غير. خلي عنك انت، خلي عنك، مشي مشي، هناك رمضان يحرسني. والله يستر على التراي اليوم ان شاء الله. بتنجح اليوم ان شاء الله يا ثابت، بتنجح. وانت ايش تراك اني انجح؟ بتنجح ان شاء الله وتاخذ الليسن وبتجدزون البلد هناك بعد. ابوي خليها على الله يا ابو الخير، انا اخاف رمضان هناك يضربني لا اسقط اليوم. لا ما تسقط ان شاء الله، ما تسقط. قول ابو الخير. نعم.
يعني اذا الله تعالى وفقني ونجحت واخذت الليسن، ايش رايك اخذ منك تاكسي اتكس عليه؟ والله لو ما زلنا ثابت يا اخوي، انا وياك كل واحد، وانا مستعد وحاضر، بس عاد شوف ها هتوقفها عند البيت وما تشتغل. افا عليك ما اشتغل؟ اشتغل ونص. راقبك يا ناس في ليلة العيد، حبي مالي لحبيبة، الناس كلها معيدة وانا وانت في مصيبة. يا ناس في ليلة العيد، وحبي مالي لحبيبة، والناس كلها معيدة وانا وانت في مصيبة. اقول ابو الخير انجح اليوم انجح ان شاء الله باذن الله تعالى. ذبيحه عليك ذبيحه ان شاء الله، لا يهمك. ايه كذاك ابغاك. ايه سوق، انت سوق بس. وكلين وكلنا على الله. يلا يلا. وفوق غصن شيا لومة أشخبط في دمع العيون، وفوق غصن شيا لومة أشخبط في دمع العيون، وقلبي هل ما لام حبيبي ويلوموني ويلوموني. المفاجأة يا أخوان، نظراً للنجاح الكبير اللي حققته الشركة وزاد من مكاسبها، فالإدارة قررت فتح فرع جديد لها في البلد عندنا، وكلفتني أنا أدير هذا الفرع. طيب هذا معناه تعيين كوادر جديدة، وبالتأكيد بأعداد كبيرة. لا هو في البداية بيكون متواضع هناك، مهندسين ومجموعة من الموظفين، وبنفتح باب تلقي طلبات الراغبين من أبناء البلد. لو كل شركة سوت كذا، لكن حققنا حين نسبة كبيرة من العمالة الوطنية، يمكن تكون شركتنا هي البداية. عموما هذا الموضوع يريد وقت، وأنا بطبيعة الحال وكالعادة بوافيكم بأي شيء جديد يطرع على الموضوع. صراحة نحن مستعدين نشتغل في أي مكان. وأنا جاهز. يلا يا شباب كل واحد يشوف شغله. إذا في آراء أو اقتراحات تريد توصلوها لمجلس الإدارة يا شباب فأنا موجود. مبروك بدر. يعني تسكتي وما تقولي غير هذه الكلمة؟ ما عندي غيرها. طيب أعتقد الحين المعادلة انحلت، عملنا بيكون قرب بيتنا في البلد. بقى شيء واحد بدر. خير. أبوي بدر. تفضل والد تفضل. بس أنت بارك لي. مبروك ثابت نجح. مبروك يا سيد. مبروك. مبروك اليوم يوم مشهود في حياتي. نعم أشكرك يا أشكرك. ها توزع باردة؟ والله إني ناذر إني أوزع بارد لكل واحد أشوفه قدامي. الله الله، اليوم صراحة يوم من أسعد أيام حياتي. أشكرك يا رب أشكرك، والله صبرت وظفرت. إيه إخوان تعالوا تعال تعال ثابت. نعم. حرك أبوي شوية ويور بحصة هذا. ما عليه خليه يعبر عن شعوره. أقول خل أبوي نلحق على غدا تبى يتغدوا عنا. يلا يلا يلا. كلوا يا جماعة كلوا. أبو الخير نعم هات تحكل. أنا واحد شبعت الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله الله على الأكل الطيب والزين يا مفري. والله تسلم يدك. نعم تسلم. الله يسلمك يا أبو الخير، إن شاء الله هنا وعافية. الله يعافيك. هو يا جماعة على ما يبدو إن الأكل بعدك على ما يبدو. الحقيقة يا جماعة الخير إن العم أبو الخير راح يترك بيننا فراغ كبير لما يروح. ليش يا جماعة أنتم مكبرين السالفة؟ أنا بين اليومين والثلاث بتحصلون هنا معكم بهديكم هدية العالم. حياك الله يا أبو الخير البيت بيتك. طيب يا جماعة الخير أنا ومدامي نستأذن. مدامك؟ نسمعني قبل لا تستأذن دير بالك على البنية، هاي ترى بنت ناس، دير بالك عليها، هذه أمانة في قبضك. وانت يا بنية سمعيني زين، ترى لا يضحك عليك بهذا الكلام من شغبك. لا لا خلاص فريد تغير لا تخاف عليه. للأحسن والحمد لله. الحمد لله فعلا يا جماعة، إنما أحسن للإنسان إنه يقترب من ناسه يعايشهم يسمعهم يسمعون. سبحان الله، نغير الإنسان من حال إلى حال. زهر أنت صراحة تحققي بحقق مصطنعة. يا
يا بدر تراك انت ما شفت الحين ابوي تو تغير. طيب اذا تغير تغير نفسه، واذا تغير الاحسن، فما اعتقد بامان انك تكوني مع زوجك وين ما يكون. افهمني يا بدر، اختي لطيفه واختي الكبيره شمسه كل واحده منهم مشغوله ببيتها واولادها، يعني ما بقى حد غيري انا، وانت تعرف ابوي الوحده. ابوك بيتزوج وبتنحل المشكله، وبعدين نحن ما رين ننتقل بكره، لا هذه المساله بتاخذ شهور، هو اكيد بيتصرف. المهم توافقي. موافقتي معتمده على اطمئناني على ابوي. هذا انت؟ ممكن ادخل يا ثابت؟ تفضل تفضل ابو زهره، بس ان شاء الله ما مضيع معامله بنك ولا شيء. وين ابو الخير؟ ابو الخير جالس يستعد لان اليوم بغي يروح البلد. عرفت هذه المعلومه، وعلشان كذاك جيت ازوره. هو ثابت؟ وين الشنطه؟ ما حصلت وين الشنطه؟ ثابت من سعد؟ ايوه يا ابو الخير. خير؟ انا جيت البارحه وتركت ملاحظه ووعدتني ازورك مره ثانيه. عقب انت صاحب الورقه. خير امر؟ ما يمر عليك عدو يا ابو الخير، بس انا جيت علشان اشكرك. تشكرني؟ هذه مؤامره ولازم نحتاط. العفو يا سعد. على ايش؟ على كل اللي سويته معي يا ابو الخير. مثل ايش؟ وضح يا سعد. ارجو انكم ما تفهموني غلط يا جماعه. لو كنا شايفين منك الصح من عرفناك كان زين. انت دائما تمشي في طريق الخطأ. دوام الحال من المحال يا ابو الخير. في هذه عندك حق. الانسان اللي قدامكم غير عن الانسان اللي تعرفوه. انا تركت كل شيء لان حسيت في لحظه ان الدنيا ما تستاهل ان الواحد يعادي ويحارب غيره. يا جماعه ما يبقى للانسان غير الخير وغير حب الناس. اقول ابو الخير، مو اسم ذاك الفيلم اللي احنا شفناه وفي هذا الكلام؟ هذاك فيلم حزين، لكن بصراحه ما اتذكر. انا ما اتذكر. اسمع يا سعد، بس اسمعني زين، هذه لعبه ومكشوفه، بس دور غير احسن لك. يا سبحان الله، لما الواحد يكذب الكل يصدقه، ولما يقول الصدق الكل يعتبره كذاب. على العموم يا جماعه، انا جيت علشان اشكركم، لان اشوف اذا كان هناك سبب في تغيري فهو انتم. انت يا ابو الخير، انت. يلا استاذن عنكم. سعد. اتمنى يا جماعه انكم ما ماخذين على خاطركم مني ابدا يا سعد. وانت يا ثابت، القلوب صافيه يا سعد. احسنت احسنت يا جماعه، انا الحين استاذن عنكم. حياك الله يا سعد، واتمنى انك تزورني ان شاء الله مع زهره وبدر البلد. ان شاء الله يا ابو الخير اذا ما صار عندي شغل. حياك الله. الخير؟ سعد تغير؟ هذه حال الدنيا يا ثابت. المهم هي شنطتي؟ ليش ما ترد؟ عني كنت ضامن منها؟ يا ابو الخير تراك انت ما تهون علي، تروح عني البلد وتشتغل هناك. برد على هاي السالفه مره ثانيه بعدنا؟ تاكدي يا زهره ان ما عندي مانع، واظن سمعتي رايي هذا من قبل. ارجوك العم سعد فهمها، هذيك اليوم تطلع لي بسبب. انا كان قصدي اطمن عليك يا ابوي. اسمع انت طفل صغير، انا تطمن علي؟ والله على العموم اطمن يا بنتي، انا بخير وبكون بخير اكثر لما تستقر في بيت زوجك. يحيى العدل. حشا مو العم سعد هذا، حشا بلسم بلسم. لا اله الا الله. ها مدام في حجج اخرى؟
المساكين ما صدق ان راجع بلاده كان. أبو الخير نزلني، إذا كان قنات نزلني الشيمة نزلني. وانا ابغى اسالك سؤال، انت اول ما تجي البلد تجي المطعم على طول؟ راني عازم الجماعه من بيطبخ انت؟ انا اخذ عشاء من المطعم هذا، يلا انزل انزل. لا حول ولا قوه الا بالله. من زعلان اهلا وسهلا ارباضين. انت اهلا ذاك الرجال ابو خير، خذ لومه خذ لومه. وصلت المطاعم بعد؟ أنا الهين في مسؤول في هذا المطعم يا أبو الخير، تفضل. الأخ سورج، أنا عندي سؤال محيرني من زمان. تفضل. ما أدري من طلعت من البلد وأنا إلا دائما أشوف وجهك قدامي، حتى في الحلم أشوفك، ولما رجعت أول ما أشوف أشوفك أنت. سبحان الله. قل لي أنت بتتبعني؟ أرباب ما يقدر يقول إلا شيء واحد، أنا سورج في شغل كل شيء، وين في شغل سورج في موجود. تمام؟ تمام يا سورج، تمام. أقول سورج إيش عندك من العشبة؟ أبو خير في أمر، سورج في تنفيذ. الله يجازيك. الله يجازيك. اسميكم لو جلستوا هني يومين بتفقروني كان. يا الله يا ابو الخير، ما حيدك ذاك بخيل لهذه الدرجه. اقول تعرفوا من معذب الخير وساكي من؟ من معذب النوم؟ واحد من صورك. صورك صورك صورك. بس اعتقد ان مشاكل بتخف بعد ما نسوي المشروع هنا. ايش قصدك يا ولد؟ ايش قصدك؟ ها؟ يعني بنشتغل وما بنحاول نتدخل في شؤون الغير. في هذه عندك حق. انا فعلا بحاول من يوم رايح اني ما اتدخل في اشياء ما تخصني. الحقيقة يا جماعة، شخصية عمي ابو الخير شخصية ظريفة وتتسم بالروح المعنوية، وفعلا تحتاج لها لدراسة. قبلة قبلة قبلة. تكلم ابو العريف تكلم. اقول غريب. قول يا عمي ثابت. هين حرمتك بها؟ هين هين. شو ما جاي معك؟ زوجتي يا عمي ثابت تعبانة شوية، تعرف انت حامل وتعبانة من الحمل شوي. ابو الخير اسمع، حد يضرب الباب، الظاهر ان حد جاي لنا. لحظة بشوفها لحظة. اقول لا يكون سورج جاي. سورج عجب واحد. وراشد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، تفضل تفضل. لا 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 مستعجل. تعال باغنك موضوع. خير ان شاء الله. ابو الخير خير ان شاء الله. لا ابو راشد باغني شويه. كيف باغنك وضيوفك؟
ما بتأخر، روح داخل انت، ما بتأخر انا. لا اظني اتأخر. بيتأخر؟ اي عقب شباب ابو الخير اسيب اخبرهم. ها ايش الموضوع؟ حميد قنت باغي يقلع النخيل ويبني مكان ينشقق. كيف؟ اللي سمعته الجماعة مجتمعين في المسجد وقالوا ما يرده الا ابو الخير. وانا مستعد. ابو الخير انت قلت انك ما تتدخل في شؤون الغير. سامحوني هذه اخر مره، ما اقدر اسمع عن الغلط واسكت، اعذروني. عايش زمان ولا اهوى زمان الغير، عايش زمان واسعى في طريق الخير.